أهلا بكم أبنائي الطلاب الصف السادس الابتدائي في درس جديد من دروس التجويد الوحدة الثالثة الدرس الرابع من الآية رقم 22 إلى الآية رقم 39 من سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. يتدرب الطلاب على نطق الكلمات الآتية نطقا صحيحا: احشروا، وقفوهم، مستسلمون، غاوين، أئنا. نشاط. القرآن هو الحق. استدل لهذا المعنى من الآيات أو استدل لهذا المعنى من الآيات قال الله تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وبكده يكون انتهينا من الدرس الرابع من الوحدة الثالثة على موعد في لقاء جديد بإذن الله.